5300 كيلومتر. حنا جينا من العرايج كما كتشوف الورقه ديالنا، قطعنا في لوسيت بصو واحد الصعوبه، الامور كلها ناضيه. ملي جينا لهنا لباب الملعب كنتفاجئوا بهذه الحاله الكارثيه، يعني كنتفاجئوا بهذه الحاله الكارثيه هنايا، يعني في هذه الاجواء هذه كتوقع، في هذه الاجواء هذه كتوقع توقع اي حاجه، يعني الجهات اللي منظمه هذه انا ما عرفتش شكون كازا ايفنت، واش هي اللي مسؤوله ولا غيرها، ولا ما عرفتش شكون المسؤول بالضبط، يعني خصو يتحمل المسؤوليه ديالو في حاله ما وقعت شي حاجه، لان الان الامور تبين على ان غادا توقع شي حاجه كبيره هنا. يعني هاد الناس اللي دخلوا تما والملعب عامر 100%، ما فهمتش كيفاش داروا دخلوا، منين جابوا التذاكر كيفاش دخلوا والله اعلم. وحنا اللي عندنا التذاكر مازالين برا، هادشي اللي نقدر نقول لك. 800 صويع ونزل الطريق باش تفرج في الراجا وعندك البي ومخلص كل شيء وما داخلش، يعني المشكل فينا هو عندك المشكل في السلطات كازا ايفنت وحتى الجمهور، يعني كلشي كتحمل المسؤوليه من الاول حتى الاخر. حيت عيب وعار واحد داخل بلا تيكي او لا داخل تيكي مسكاني وواحد اللي عنده التيكي ديالو، راه ماشي معقول. وخلقوا نهضروا من دابا ومن الرجاء ومن الرجاء تبقى نفس المشكل ونفس العائق، ولكن احتالين هذا هو السؤال، احتالين غادي يبقى هذا المشكل، احتالين غادي تبقى هذه الهمجيه وتقلد السير، وهذا الشيء اللي غادي نقول لك. من ابو ظبي نتفرجوا في الماتش، ولكن اختي راه كتشوف، راه حنا غنتفرجوا في القهوه دابا في الاخر. اييه وقطعنا قبل، يعني حنا عندنا 48 ساعه نتفرجوا في الماتش ونرجع، وفي الاخر ما نتفرجش.